هيا الايام الايام ميمتي ميمتي الراجل مشى يتسوق وانا تندير بتاميره. ايوا رديت البقار ورديت الغلام وسكر ودرت سقيت ودرت كلشي. اوف ميمتي تلعافيه ما بغات ديرها ميمتي ميمتي. ايوا ما نخرج بحال العيالات ما نلبس بحال العيالات وما عندي درهم ما عندي. يا شاد الزمان هذا يا زمان الغدار. يا وفينك يا رويجل وفينك مشيتي للسوق تجيب لي هذيك خضيرات يا ويجيب لك هذيك بطيطة وخيزوية تيقول لي هات قضيت لك. يا ايوا هات طويجين طايب وعمرتيه طويجين وعمرتيه كل شيء. يا الصبارة البنت المرأة الصبارة. ميمتي ميمتي اوف وتا العافية ما بغاتش عليا. اوف اوف الله يا ربي الله. يا فينك يا رويجل ايوا الراجل كاع ما جا. يلاه سي هو الراجل غايجي دابا. هو جاي ها هو جاي طيب الغدا. يا طيب 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 الغدا يا ليام ليام كثرت المشاكل وسميتو طيب الغدا وطيب سميتو وسعب البقر ودير كلشي وانا والو ما نمشي للمدينه بحال العيالات ما يعطيني فلوس بحال العيالات ما يدير لي والو يجيب لي هذيك بطاطا خيزو. ايوا هذه هي ليام. نعاود لك اش جبت ليك اييه خديجه كتبغي نديك السوق ايوا ولكن خديجه راك فيك بزاف ديال النقير وفيك ايوا راه بزاف عليا والبقر ها سميتو وانت انا بغيت نمشي خديجه لا نهار جوجتي بك عرفتيني انا في مدينه لا وانا عرفتيني يا خديجه في الباديه في الباديه ايوا ما يتحلوش لك العينين يا كاسيك حلوا لي سامحي زيد على معطيتي ياك كاسيك كاسيني ياك مصبتك الحمد لله ياك امك لك مشربك الحمد لله ياك لا ولدت شي مرا ياك لا ولدت شي مرا كنعطيك 100 ريال الحمد لله ياك تزري العيالات تنزري العيالات واش بغيتي خديجه كتنقري وما تنقري وعليا بزاف عليا بزاف ايوا دابا علي قسم الله انا جتو يلا مرحبا والله يا صحه يا زهره جديده بيا خضيره يا العيالات ها يا ربي ها العيالات ما يسمعوا ما يقنعوا يلا ها الحاجه الحاجه انا نريح خديجه يا وجد لينا كاين ما يتغدر كاين 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 الخير سربي يلا كاين الخير يلا جلس 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 المعطي جمعتي المحال جمعت المحال ودرت كل شيء الله يرضي عليك يلا هيا شرفنا شرفنا المعطي شرفنا هيا شرفنا المعطي هو دابا الغدا موجود ولا موجود هو الطويجين كاين ها هو ها شوف إيه. شوف شتي الله يعطيك الصحة باين باين شي شي يا خويا ودرتي شوف وندير نعمر لك واحد وانت قبل اللي وجدتي قال قوت وانا غديك عند امك تشوفيها فيها فرحي سعدي فرحي نشوف الميمة ديالي وانا غديك عند امك اييه بس عارفين المعطي قاد على كلمته ايوا انا معطيني انا معطيني له سير الله يرضي لا ايوا الوعدي ها نتغدى وغنوريك التسويقه اللي سوقت لك ها ايه اشوف ايوا كون عمره لا مراه ونص راه النهار تولد لي قال بقره ايوا غنبيعها وغادي نبرعك مرحبا نشري لك دابا لي ديال النقره فرحي مرحبا يشري يا راجلي ذهب لي ياك ايوا ها النقره ماشي ذهب معليش معليش عارفه راكي عارفه الوقت كي غاديه الوقت ما كايناش العام حنا كنسلكو هذا العام كاين جفاف ورمضان جاي اي والله يدخلوا علينا بالصحه وطول العمر امين 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 خديجه امين اه واش خديجه ايوا وقال لها جا رمضان ايوا
وزعما تبقى يدير لنا في داك الطخير بقى تزير بقى لا لا اللي كاين حطو وعود الرجاله على الحريره الحامضه الحريره الحامضه والخبز الكارم و دقيق زرعه الزرع ندير لك الزرع جمع راسك ندير لك الزرع دقيق زرع عطيني وعاد السحور بوشيار ندير لك بوشيار وبغيت تلقوا الرايس القريس بغيت تلقوا الرايس وبالرجاله ندير لك البطبوط علمتو لي امين علمتو امك وانا 15 عام وانا مزوج بك ما عمري ما كلت من عندك غادي لك البطبوط هذاك البطبوط اللي عامر بزبدال بلديه ايوا جيب جيب دابا الغدا نتغداو ايوا وعاد غنعطيك التسويقه اللي سوقت لك ايوا مرحبا مرحبا يلا 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 حطينا نجا غدرا حط 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 يلا يلا حط نجا غدرا عرفتي هاد السوق انا كيعييني انا يا طويجين شوطويجين ها طويجين ها واخده يجا غتولي تسيري السوق معايا هيا سعدي سعدي غنمشي نشوف السوق غتمشي تشوفي السوق غتولي تهزي معايا التقاديه راك شي جايب زاك عبو وحدي انا يا الحاج وما ولدتي لقى ما والو قبلت عليك تي عاقره ايوا هادشي اللي عطاني الله ايوا كلشي انا كل ولدتي كون هدرتي كاع شي فريق اخي نقرا كلشي هنا ولا شي جوشه ايوا شوفي الخبيز علجمتو على مسيناتو ولدتي لقى والو ها على مسيناتو واش انا بغا نبقى انا معزب معاكوك على مسيناتو والخبز بالزرع ها ايوا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه ها الله يعطيك الصحة. ها هو على كسر كسر. واخر كسر. الله يعطيك الصحة. ها أنت. إيوا هكا هكا. هكا يا الزمانينو. ومنين تعلمتي تهدي هادشي؟ إيوا تعلمتو من هذاك اللي تيدير هكا. شناهو كا؟ هذاك التليفون. ومنين جاك؟ إيوا جابتو ليا أمي خزنة. لا أمك مالا عندها البقر بحال اللي عندي أنا. لا. وعلاش شديتيه من عند أمك؟ إيوا هادشي اللي عطاها أمي قالت لي. لا 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 أنت ما خدامش ليا هادشي فيه شي حاجة. لا ما فيه والو. ها؟ ما فيه وريني انا تشوف ها هو عندي عندي دابا نوريك وتشوف توريني تعلمني علمك وتشوف فيه هاك 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 هاتي نقي فيه الدريات حاج ها؟ لا لا ما فيهش دريات فيه الدراري فيها لا فيها دوك الشيء ديال الماكلة حولك تعلمتي طيبي ليا ايه ولا اش طايح تما لا ما طاح والو هما كتنشي عليه ايوا تنشي عليه باش ما واش هادشي طيبتي ما فيه حتى سحور لا لا قال لك الحلاحه غلبت السحاره هكا والله يرضي عليك الله يرضي الله يرضي ايوا كول الحاج كول معطين بسم الله بسم الله كول كول جي بسم الله دغين الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة راجع عليك واخا بلا ولاد نقبل عليك ايوا سي خدي يجي يعطيك الصحة الطاجين جا والراحة هو شو الطاجين الراجل ديالي ها هو كلاه جوبي تبارك الله وصلى على النبي بصحتك وبراحتك تاتيا ايوا انا غنفرحك خديجة يا فرحي راجلي جاب لي وشوفي خديجة العام قال لي بليمي تا غنبرعك توليت لالة الدقار هاتولي لالة العيالات ديال الدوار شوف ها بقيتي تحطبي صافي صح واش درت لك في دارك صافي احنا غنوليو عندنا البقر بزاف صح راه عندنا ستات البقرات حاملات اييه ايوا كيما فرحتيني وبرعتيني في هاد الطواجين اييه او دايراه دايراه بالشحمه تبارك وجع مزينات وبنين الصحة والراحة الحاج اييه على الحمل ماعز حزين اخويتي ايوا واش غنقول لك ايوا وانا راضي عليك واه كي يكونوا العيالات ماشي حيت عاقره نلوحك لا واخا عاقرك مرتي مرتي ونوض نعمر لك واحد البريدات ديري واحد البريريد انا ويكون زين ايوا صافي ايوا معوض ايوا ومشحر وعلى حقه طريقه واجيت انا نفرحك واخا يا المعطي واخا يلا وانا غنتكا واحد شوي قبل لما وجدتيه واخا المعطي يلا يلا يا المعطي المعطي اجي عمرتي واحد الكريم حر ها ونسير ما درتي واخمات اخويتي غمط وغمط واخدي الشا يعني حطيت الراس هاد الحماس باقي قدامي هنا ايوا هكا كوني مرا كوني مرا حطي البراد هنا خلينا نهضروا شحال هذا ما تحدثت انا وياك جيك ايوا خويا خويا شوف هاد البراد واش حرتيه عطيتيه حقه ها هو ها هو ورزه هذا ها
شكون هاد مرزة؟ مرزة انت؟ نسحب شي واحد اخر. راه وليت الغيرة. راه الرجولة عندي. غير عليا. ايوا والله يعطيك الصحة. بسم الله. والله يعطيك الصحة اتاي. واش من اتاي هذا؟ ها ولا لا مولاتي كيما تي برعتيني في الغديوة وجدتي ليا كويزالة تاي رجع لي قال مجاجج. ايوا هاك. انا تانا. انا تانا. ايوا هاك. سعدي جاب لي راجلي نديرو. كي جاك؟ زوين. ايوا هذاك راه شريتو لك ب 60 ريال. قولي للعيال الدكار. انا نوريك التالفة. 60 ريال اللي خلصت فيه. ايوا شتي؟ تبارك الله غتولي لالة العيالات. شتي عجبت لك؟ وهاك زيدك الثاني. ودي لامك. وهذا لامك. هذا نسيبتي العزيزة. ايوا صغيرتي. نعطيك الخير اكثر. راه 120 ريال اللي محطوطة تم. نعطيك الخير. ايوا واش بغيت؟ وين؟ وقول نسيبتي. راني طليت فيك. باش تا هي جات نهار يجي الحصاد عطينا واحد العبرة ديال الزرع. ان شاء الله علاش علاش؟ ايوا راه ما تنعطيوش. راه هكا راه بلا حزارة. زعما شريت لها المزروع ب 60 ريال خاطر فيه رزقي. يعطيك الخير. يعطيك الخير. رزقي تما. الله يعطيك الخير. اش غنقول لك؟ اشرب شرب واحد كويس. والله يعطيك الخير. كي جاك اتاي؟ هو بحالو بحالك. كيما تاي زين تا تي زينة. وشوف خديجة. نعم. وغدا نديك عند امك غدا مع النبيري. صافي. نصليو الفجر ونمشيو ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله. إوا كي جاك أتاي؟ وزين زين. مشحر. أنت ما يتسالك. واش غنعاود لك أخديجة؟ يا اليام. بغيت نتشاور معاك. وديك الأرض اللي في ولاد إبراهيم. راك عارفة شحال كبيرة. كبيرة. وقلت نبيعها ونمشي نشري الدار في المدينة. يا سعدي. يشري لي رازين ولكن ما تسكنوش فيها. وراك عارفه عندنا بقيرات وعندنا عندنا ما يدير. نشريهم كتبها في سميتك حيت راه ما عندكش الاولاد. نهار نموت وانا كبرت. نهار نموت يجيو الخوت. يجيو الخوت يديو لك كلشي. وقلت ندير لك شي حاجه ما نخليكش مليوحه في صناقي. كاملين ليها. ما غادي ندي الدار. ما غادي ندي الدار. ولكن فين مت الاول؟ بعدا تلقاي فين تسكني. ايوا تنتمنى نموت انا وياك نهار واحد. وخديجه. ياو. واش غنقول لك؟ ما تقول لها لحد. لا يا خويا. وياك تخرجيها. لا يا خويا. راكي الا خرجتيها طلقت ثلاث. وانا نوريك. وانا نوريك. لا لا. وراه عندي شي خير. عاد تبينو. ايوا راه بغيت حيت حسيت براسي عييت خديجه. ايوا بغيت نقول لك اش كاين. اش لا جا الله. ايوا جات الموت. هيا جايه. ما عندي ولد. ما عندي بنت اللي غتورثني. ما عندي عتيره. كاين انا وياك. وقلتو نقول لك كاين. قال لك ما تتخزن ما بين المراه والراجل على مع الله. الله. ايوا هكاك. ما نخبع عليك ما نخبع عليك. ما تخبع عليا. واحد البركه. راه عندي 5000 ريال خازنها على الوقت. 5000 ريال؟ وييه. ولي داز ويشوف به المعطي وما ينساش من الصبيع يا ام خديجه. ايوا راه عندنا الرزق وعندنا الخير. ودوزوا بخير.